خدمة إخبارية جديدة من قناة دريم، وأهلا بكم. ونبدأها بآخر تطورات انفجار العريش، حيث أعلنت وزارة العدل وفاة أحد القضاة المصابين في حادث العريش، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من القضاة إلى 2، ويصبح بذلك عدد المصابين 11 مصابا. ومن ناحيته، يتوجه المستشار أحمد الزند وزير العدل إلى مطار الماضة لاستقبال جثامين الضحايا. وكان العميد محمد سمير المتحدث العسكري قال إن الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في مدينة العريش أسفر عن استشهاد قاض واثنين من جنود الشرطة وإصابة 12 آخرين ومقتل العناصر الإرهابية المشاركة في الحادث. وأضاف أن عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة تصدت لسيارات مفخخة يستقلها أحد العناصر الإرهابية فور اقترابه من فندق تقيم فيه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في مدينة العريش، وهو ما أسفر عن انفجار السيارة ومقتل قائدها. وأوضح أن اثنين من منفذي العملية الإرهابية، أحدهما يرتدي حزام ناسف، تمكن من التسلل إلى غرفة تجهيز الطعام في الفندق وتفجير نفسه في أثناء عمليات الانتشار الأمني والتصدي للسيارة، بينما تمكن الآخر من التسلل إلى أحد غرف الفندق وإطلاق النار بشكل عشوائي. فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول تفجيرات العريش التي استهدفت فندق إقامة القضاء بمدينة العريش، وكلفت قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وهوية منفذي العملية الإرهابية. هذا وشكلت النيابة العامة بشمال سيناء فريقا من وكلاء النائب العام للانتقال إلى موقع الانفجارين واتخاذ إجراءات المعاينة التصويرية، كما قررت انتداب خبراء المفرقعات بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحص ورفع المخلفات الناتجة عن الانفجارين والتحفظ عليها للوصول للمادة المستخدمة، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الجثامين وإعداد تقرير فني بالنتائج التي توصلوا إليها. هذا وعززت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية بسيناء عقب انفجار سيارة مفخخة أمام فندق إقامة القضاء المشرفين على العمليات الانتخابية بالعريش. ونشرت أجهزة الأمن قواتها في الشوارع الرئيسية وبمحيط المنشآت والمباني الحيوية، وتم إغلاق عدة شوارع بالقرب من مكان الحادث. وتشكل فريق بحث من أجهزة الأمن بمديرية أمن شمال سيناء لملاحقة الجناة المتورطين في ارتكاب الحادث، وتمشط قوات الأمن المنطقة بحثاً عن المتهمين. ومن ناحيتها، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس إلغاء مؤتمرها الصحفي المزمع عقدها اليوم الثلاثاء تضامنا مع القضاء بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف مقر إقامتهم بالعريش وأسفر عن سقوط الضحايا. هذا وأدان نادي قضاة مصر الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء بشمال سيناء أمام فندق إقامة القضاء المشرفين على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. وقال المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاء في تصريحات صحفية إن غرفة عمليات النادي تتواصل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين عودة جميع القضاء المشرفين على الانتخابات بسيناء على النحو الكافي واتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية الكافية. وأضاف أننا نحاول التواصل مع الزملاء القضاة في سيناء للإطمئنان عليهم والتأكد من عدد المصابين. جاءت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب باكتساح قائمة في حب مصر ب13 محافظة، وهي جميع محافظات المرحلة الثانية. وحول النتائج في عدد من محافظات المرحلة الثانية في القاهرة تحديداً، أعلنت اللجنة العامة لدائرة شبرا ورود الفرج نتائج فرز صناديق الاقتراع بتقدم كل من المرشحين جمال أبو الفتوح وأحمد عبد الموجود وجون طلعت وإيهاب إسكندر. بينما أعلن المستشار عاصم عبد الحميد رئيس اللجنة العامة بالشرابية والزاوية الحمراء نتيجة التصويت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تجرى الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فردي من أصل 53 مرشحا.
دائرة مصر الجديدة، أعلن المستشار محمد الفق رئيس اللجنة العامة رقم 8 بدائرة مصر الجديدة والنزهة نتيجة فرز الأصوات النهائية ل 163 لجنة فرعية بالدائرة، من لهم حق التصويت 401,920. وأظهرت المؤشرات الأولية تقدم قائمة في حب مصر، كما تخوض جولة الإعادة فاطمة نعوت بعد حصولها على 39,540 صوتا، ومدحت الشريف 24,338 صوتا، وكريم سالم 20,201 صوت، وزين السادات 13,552 صوتا. وفي دائرة المطرية أظهرت نتائج الفرز باللجنة العامة المنعقدة بنادي المطرية الرياضي خوض 6 مرشحين لجولة الإعادة على 3 مقاعد للفرد بعد حصولهم على أعلى الأصوات بالدائرة. وأظهرت حصول المرشح المستقل علي الدمرداش على 24,875 صوتا، يليه المرشح وائل الطحان ب 13,569، ثم المرشح عن حزب المصريين الأحرار عاطف مخاليف وحصل على 13,165، ويليهم مرشح حزب مستقبل وطن أحمد عبد الفتاح محمد عباس الشهير بدودو العمدة ب 12,421 صوتا، والمرشح عاطف الأشموني ب 10,879 صوتا. وفي النهاية المرشح صبيح وحصل على 10,805 أصوات. وإلى القليوبية، كشفت النتيجة النهائية لدائرة كفر شكرى الانتخابية بالقليوبية عن فوز المخرج السينمائي خالد يوسف من الجولة الأولى في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث حصل على 29,716 صوتا من أصل 56,110 أصوات من إجمالي عدد الناخبين بالدائرة، والذي يبلغ 113,070 صوتا، بينما جاء في المركز الثاني عربي فؤاد ب 12,810 أصوات، فيما اكتسحت قائمة في حب مصر القوائم في الدائرة بأعلى نسبة تصويت. وإلى الدقهلية، حيث حصد مرتضى منصور 71,000 صوتا بمركز ميد غمر، كما أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بدائرة طلخة عن خوض 6 مرشحين لجولة الإعادة، من بينهما الإعلامي توفيق عكاشة وفؤاد بدراوي، وذلك لاقتناس 3 مقاعد مخصصة للدائرة بمجلس النواب. إلى المنوفية، حيث أعلنت اللجنة العامة للانتخابات نتيجة الفرز النهائية بمركز شبين الكوم وخوض 4 مرشحين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وهم قدري محمد جعفر ومحمد وفيق عزت وأحمد نبيل مدين وشديد أحمد هندي، بينما تجرى جولة الإعادة في دائرة قطور وبسيون في الغربية على 3 مقاعد فردي بين مرشحي أحزاب مستقبل وطن والريادة ومصر الحديثة والمصريين الأحرار ومستقلين 2. وإلى كفر الشيخ، حيث أعلنت نتائج فرز انتخابات دوائر محافظة كفر الشيخ 8 برئاسة المستشار سامح باسيلي رئيس محكمة كفر الشيخ ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، حيث أكدت خوض جولة الإعادة بين 32 مرشحا يمثلون عددا من الأحزاب البرلمانية، وهي حزب المصريين الأحرار وحزب النور وحزب مستقبل وطن وحزب الحركة الوطنية المصرية وحزب الشعب الجمهورية، بينما ينافس حزب النور على 3 مقاعد في كل من الدائرة الأولى ومقرها بندر كفر الشيخ، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر الشيخ. وإلى أخبار الرئاسة، حيث استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي الذي يزور القاهرة على رأس وفد كبير، بحث اللقاء دعم علاقة التعاون العسكري بين مصر وروسيا، إضافة إلى مجمل الأوضاع بالمنطقة. وكان الوزير الروسي وصل القاهرة مساء أمس الاثنين، واستقبله بالمطار الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
إلى أخبارنا الدولية، حيث أعلن حلف الناتو أنه يراقب عن كثب التطورات حول حادث الطائرة سوخوي 24 الروسية، وأنه على اتصال دائم بالسلطات التركية. ويعتبر حادث إسقاط الطائرة الحربية الروسية هو الأول من قبل دولة عضو في حلف الناتو منذ خمسينيات القرن الماضي. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلغاء زيارته المقررة غدا إلى تركيا، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة روسية على الحدود التركية السورية. ومن جانبه اعتبر الكرملين أن إسقاط الطائرة الروسية حادث خطير جدا، لكن من السابق لأوانه استنباط أي نتائج، لكنه أشار إلى أن لدى موسكو معلومات مؤكدة تثبت أن إسقاط الطائرة الحربية الروسية فوق الأراضي السورية. كانت طائرات حربية تركية أسقطت صباح اليوم مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24 قرب الحدود مع سوريا. وقال الجيش التركي تم إسقاط الطائرة عقب انتهاكها المجال الجوي التركي، وأنه تم إنذار الطائرة 10 مرات للخروج من المجال الجوي، وتم إسقاطها بعد عدم تلقي استجابة. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة كانت داخل المجال الجوي السوري ولم تخترق المجال التركي، وأنها أسقطت نتيجة تعرضها لهجوم أرضي. أعلنت السلطات البلجيكية استمرار حالة التأهب القصوى في العاصمة بروكسل اليوم الرابع على التوالي. يأتي ذلك بعد اتهام شخص رابع يشتبه بتورطه في اعتداءات باريس التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصا في 13 نوفمبر الجاري. وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي تشارلي ميشيل أن التهديد الإرهابي في بروكسل ما قرر الاتحاد الأوروبي يبقى جديا ووشيكا، ما يتطلب إبقاء العاصمة في حالة استعداد دائم مع إغلاق محطات المترو والمدارس وانتشار الجيش والشرطة في الشوارع. وقالت شركة فورورد كيز لمعلومات السياحة والسفر إن حجوزات الطيران إلى العاصمة الفرنسية باريس انخفضت بأكثر من الربع خلال الأسبوع الذي أعقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس. وقالت إن الحجوزات إلى باريس من حول العالم تراجعت بنسبة 27% في الأسبوع الذي بدأ في 14 نوفمبر، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع نفسه من العام الماضي. كما قالت الشركة أن الحجوزات لفترة أعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد جاءت بمعدل انخفاض بنسبة 13% عن مستوى العام الماضي. انتقدت الأمم المتحدة بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بسبب سياسة التمييز التي ينتهجوها في حق اللاجئين السوريين، حيث دعا الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى عدم التمييز في حق اللاجئين، معتبرا أن هؤلاء المسؤولين يقللون من احترام المهاجرين واللاجئين الفارين من العنف. وأضاف أن التمييز على أساس الدين أو أي عنصر آخر أمر غير مقبول، خاصة عندما يتعلق الأمر بإيواء لاجئين. جاء هذا الانتقاد بعد تبني مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي إجراء يهدف إلى تعليق استقبال اللاجئين العراقيين والسوريين. وقال مسؤولون إن على واشنطن وضع جميع اللاجئين السوريين تحت المراقبة. وفي الاتحاد الأوروبي طالب مسؤولون من اليمين المتطرف بإغلاق الحدود أمام السوريين بعد الهجمات التي شهدتها باريس في 13 من الشهر الجاري. وإلى الشأن اليمني، فقد جدد طيران التحالف العربي غاراته على مواقع تمركز الحوثيين في عدة مناطق غرب مدينة تعز، في حين اندلعت اشتباكات بمحيط القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة شرقي المدينة، فيما استهدف طيران التحالف موقع مسلح الحوثي وعلي عبد الله صالح في منطقة الشريقة بغارتين، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتمردين الحوثيين. وإلى أخبارنا الرياضية، حيث أرسل فيرير المدير الفني السابق لنادي الزمالك خطابا جديدا إلى مجلس إدارة النادي، قال فيه أنه يمنح النادي مهلة أسبوع لسداد باقي مستحقاته المقدرة براتب 3 أشهر، وهو ما يقرب من 240 ألف دولار،
وإلا فسيقوم المدرب البرتغالي بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية. يذكر أن فيريرا فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب تأخر مستحقاته. ومع دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، فيلتقي برشلونة الإسباني مع ضيفه روما الإيطالي في قمة نارية ضمن منافسات المجموعة الخامسة. يدخل برشلونة المباراة في معنويات عالية بعد اكتساحه نظيره ريال مدريد برباعية نظيفة السبت الماضي، فيما يعاني روما من غياب لاعبين أساسيين على رأسهم محمد صلاح وجيرفينيو. ورغم أن التعادل يكفي برشلونة لحسم التأهل، إلا أن الفريق الكتالوني يطمع في تحقيق الانتصار بعدما انتهت مواجهة الذهاب في روما بالتعادل بهدف لمثله. ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني. وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، يحل بايرن ليفركوزن الألماني صاحب المركز الثالث بأربعة نقاط ضيفا على باتي بوريسوف البيلاروسي صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط. ويحل فالنسيا الأسباني ضيفا على زينيت سان بطرسبرغ الروسي متصدر المجموعة الثامنة والذي يسعى لضمان الصدارة. ويحتاج الفريق الإسباني إلى الفوز في روسيا وعدم فوز جانيت البلجيكي على ليون الفرنسي في المجموعة نفسها. وفي المجموعة السادسة، تفصل نقطة واحدة كل من بايرن ميونخ الألماني وأولمبياكوس اليوناني عن التأهل إلى ثمن النهائي، حيث يلتقيا اليوم وهما يتقاسمان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتوجب على أرسنال الإنجليزي الفوز على ضيفه دينامو زغرب الكرواتية وانتظار هزيمة اليونانيين في ميونخ للإبقاء على فرصه في التأهل. نهاية جولتنا الإخبارية لهذه الساعة، ألقاكم في جولة إخبارية أخرى في أمان الله.